السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم اصدقائي باش نشوفو توا باش حبينا نعملو اصلاح متاع دوفار دو كونترول على الجراف برشا طلبو باش نصلحو الجراف نعملو على الجرافسات سيت اخترت لكم دوفار هذا بوست دو ترانسفير دي تور علاش الدوفار هذا خاطر الدوفار هذا اه اه يعتبر السهل الممتنع يظهر السهل دو فيرا بركة ما عندكش حد شيء آخر لكن في خدمة في برشا خدمة تو تشوفوا اللي هنا باش نعملو لي تروا تيب دو غراف سيت غراف سيت بوند في سيستيم و سيت بوند في بارتي كوموند و بارتي اوبيراتيف دونك هنا باش تتعاودو على الخدمة متاع الغراف سيت Vous comment lire un dossier technique. À partir du fonctionnement du dossier d'un système, une mise en situation ou le fonctionnement va changer les données, les hashtags. nous avons la poste de transfert de toll. Donc, mise en situation, le système représenté ci-dessous sert à déplacer les toll. Donc, il va être...

il va prendre, il permet de déplacer l'étoile, qui fait dans le euh, suivant 3, euh, suivant 4, et donc les 4 étapes. L'étape 1, il va prendre une étoile, l'étape 2, il transfère de la tôle prise, l'étape 3, c'est le positionnement de la tôle transférée sur le tapis, ou l'étape 4, l'évacuation de la tôle positionnée. Il va prendre une étoile, il va prendre une tôle, il va prendre une étoile, باش يمشي يحطها في التابي ديفاكياسيون هذيك هي العملية دونك باش يهز التول من هنا من ستوك يحطها في التابي باش نوريكم فيديو حضرت لكم آه... آه... انيماسيون باش نفهموا بها لا في الدوار ما عندكش انت انيماسيون اما على الاقل تفهم الدوار باش تفهم لي سيستم كومون سا فونكسيون دونك لهنا عندنا دو فيران هنا سماهم فيران ا و بي احنا سميناهم ا و 2 Donc, la mise en marche permet de prendre une tôle. Là, il y a deux vérins attachés. À Donc, le vérin, l'eau, il y déplacement déplacement dans ce sens. Et le vérin, il un déplacement vertical. horizontalement, horizontalement, verticalement, il y a un déplacement

هذا يتعاوننا برشا باش نفهمو الفونكسيونمون دو نوتر سيستيم دونك اللي هنا باش نتبع انا توا حسب الدوني اللي عندي باش نحاول نعمل ان بتي شيما باش نفهم بها الدوني دونك الكلمات اللي باش نستعملوهم موجودين لهنا دونك في الجراف في دي لي دوفوار دونك عاده باش يعطيكم الدوفوار يبداو فيه في, في لي دوني

Fonctionnement, énergie, mais ça me fait une mise en situation, en principe, je vais vous donner les mots et je vais vous donner le graph C d'un point de vue système. Donc, nous vais vous les données. Donc, je vais vous donner les capteurs L10, L11, L20, L21, et je vais le capteur C2. Donc, 2 nous avons le 20, 1 nous avons le 10, C1. L10, L20. Donc les capteurs qui m'ont affaudé, mais je suis par l'ordre de 10. Donc, c'est le ventouse. Le ventouse est commandé par l'air. L'aspiration d'air permet de prendre une tôle. Qui est-ce que vous avez Le ventouse est sacré. Il chède la tôle. Il est en train de faire. Donc, il est en train de faire. Je ne sais pas si vous avez vu nous Si vous avez le du point de vue du système, avons remarqué que le système est géré par un automate programmable non représenté. Le moteur MT et le contacteur KM et le capteur ne sont pas représentés. On a le moteur qui est un moteur. On a le contacteur qui est un moteur. On a le bouton S qui est sur le bouton S Donc, on a le moteur. دونك هذه تنرجعوا لها من بعد ب هذه كل فونكسيونمون دو سيستيم ايتاب بار ايتاب الفونكسيونمون هذه نستحقوله في الجراف سيت بوين دو في بارتي اوبيراتيف دونك هذه في البي او بالطبيعه كي نحكيو على البي او نحكيو على البي سي بارتي كوموند بارتي بارتي كوموند بارتي اوبيراتيف دونك هذه باش نرجعوا لهم بعد euh... دونك باهي دو بريفيرونس واحد يعمل طلا يقرا الفونكسيونمون قبل ما يعمر كل شيء باش يزيد يفهم السيستم اما بويسكو انا فسرت لكم توا السيستم جروس مودو وريتكم انيماسيون تاع السيستم الانيماسيون هذيك ملخصه اللي هنا في الفونكسيونمون دونك نجمو نبداو في الجراف سيت بون دو فيو سيستم دونك نمشي للجراف سيت بون دو فيو سيستم نفس الشيء الرمارك هذيا الرمارك نستحقوا لها من بعد في في البارتي اوبيراتيف دونك الجراف سيت بون دو فيو سيستم نلاحظوا اللي في الجراف سيت دونك اللي هنا باش نحط لي نيميرو باش نبداو بالزيرو كي العاده ما هيش اشكاليه راه وينجم نبداو بال ا ونجم نبداو بالديس ثم شكون يبدا بالزيرو زيرو ولا بالديس ولا ما هيش اشكاليه لي نيميروتاسيون دو جراف سيت المهم 1 2 3 4 5 دونك احنا باش نبداو كي العاده كيما شفنا نبداو بالزيرو Donc, ce que je veux faire, c'est attendre. Attendre. Et pour faire l'action associée à l'étape initiale, il faut attendre. quoi Il faut attendre jusqu'à ce qu'on fasse la mise en marche. Je ne vais pas mise en marche, je vais mettre tout le système en fonctionnement. Donc, il a fait le bâton, je vais le graphiser. Il va me donner un l'étape 1. Donc, fil l'étape une on va prendre une tol. cest à prendre une tol. Donc je Mais un il grave cette point de vue système. Dis-moi par des verbes à l'infinitif. Donc prendre, prendre une tol. هنا باللي ملاحظه فيما يخص فيما يخص الماتير اللي باش نخدموا بها دون توت لي جراف نثبتو لي في منا ولا ماسكولا دونك هنا ماذا بيك باش ما تكثرش الغلاط في الورقه ثبت اللي باش تحكي عليه في منا واسكولا كيفاش نعرفها تطلعها في الفونكسيون في الفونكسيون ما والدوسي تكنيك معناها في الميزان سيتياسيون تعرف شنو علاش باش تحكي انا باش نحكي على دونك الخدمه كلها tol, il un transfert, évacuation. Donc, il y a une transition. Nous tout à la fin. Donc, il y une transition. Tôle. Tôle prise. Donc, il y une transition. Donc, il y a une tol. Ça y est, la tol est prise. Et, il y a fonctionnement

Donc, on les met Donc, ici, à l'infinitif. C'est le positionnement de la taille transférée. C'est participe transférer à l'infinitif l'action. Donc, nous un Après, nous un Déjà, on peut le à l'infinitif. positionnement. On positionner. Déjà, je vais

donc, positionner, positionner, euh, On les transférer, le pardon, transférer, 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 r, er. transférer. transférer Transférer. on transférer bat Positionner de Zen Positionner un bad et évacuer. Évacuer. Bien, donc transférer la tôle. La tôle qu'il a. La tôle et on Donc, je transférer la tôle. Tôle, transférer, transférer. Le accent aigu, e. Je fais maintenant la tôle. Donc, positionner la tôle. Tôle, positionner. Je vais chanter comme vous l'avez les orthographes, le graph. اي خطا دورتوغرافي ناخذها بعين الاعتبار ولا لا تول. evacuer evacuer باه بالنسبه لي فوت دورتوغراف لي فوت دورتوغراف ثم دي فوت أه... تبعين الماتير نتاعنا اش معناها معناها فوت دورتوغراف خاصه بالفونكسيونمون نتاع الكونبريونسيون نتاع الدرس معناها كي تجي انت اللي هنا لا تول تكتب لي تول ترانسفيري او اكسنت او هذيك هذيك فوت غراف بالنسبه لينا هذيك فوت آه, غلطه آه, ما نسامحوش فيها اللي هي هنا نبدل الكولور باش نوريكم الحاجات اللي ما يلزمكش تغلط فيها دونك ما يلزمكش تغلط في البارتي في الانفينيتي في لهنا بروندر فيرب الانفينيتي في هذا دونك بوزيسيوني دونك لاغلابيه عندنا ار دونك اللي هنا كلهم في لاكسيون كلهم دي فيرب في الترانزيسيون فيرب بارتيسي باسي هذوما الغلط اللي ما نسامحوش فيهم قايل شنو هو مال الغلطه اللي تسامحوا فيها الغلطه اللي نسامحوا فيها اذا كان انت تجي لهنا تعملها مسك... اه, تعملها مسكولن, جي, اه, تعمل او تنسى فوت نجم تنجم البروف ما ياخذهاش اون كونسيديراسيون ولا ينقص عليها حاجة كبيرة برشا أما الغلاط نتاع الفهم هما هاذوما او ار في ال في الانفينيتيف و بارتيسي باسي في ال في ال في الترانزيسيون دونك هاذوما الغلاط مهمين برشا باهي ثما شكون قراو لي ريجل ديفوليسيون لما حالة عملت عليها انديكاسيون عملنا عليها فيديو المرة اللي فاتت بالنسبة للي عنده مشكل مش فاهم هذا يرجع الفيديو نتاع الجراف أه هنا ينجم يعطيك مثلا بوان اللي هنا في وحدة منهم مثلا هذه يجي يعطيك في الدو يحط لك بوان اللي هنا في الدو ومن بعد يسالك سؤال في الدوزيام مون كالي ليتاب اكتيف معروفة ليتاب اكتيف اللي فيها بوان Ou il y la transition T4-5. Indique, il y a sur le graph 7 la transition T4-5. il T4-5. Transition, il 4 a un autre qui est le 4 ou 5. Indique la transition T4-5. Et il l'évaluation, mais l'étape 2, l'étape 4. Nous, il 2, 4, il y 3. Il 3. Il 2, 3. Il 3, oui, il 4. Donc, l'évaluation, euh, mais l'étape 2, l'étape 3, est. Mais l'étape 2, l'étape 3, l'étape qui est. يخلي لك نيقات اي تاكتيف ولي تاب كي يخلي لك نيقات اي ديزاكتيف دونك اكتيف لي تاب كي ديزاكتيف لي تاب كي دونك الباساج من ني تاب لي تاب اكتيفي لي تاب اللي بعدها مثلا هنا 3 وديزاكتيف لي تاب اللي قبلها 2 هذيك يحكي لك على الباساج من لي تاب 2 لي تاب 3 تولي اللي بعدها اكتيف وديزاكتيف لي اللي قبلها من الان للدو تولي دو اكتيف مثلا والان تولي ديزاكتيف هذوما سؤال على لي ريغل دو بالنسبه للتلامذه اللي ثم اللي هنا ثما شكون يسال يا لازم عليا باش نكتب أنا تي زيرو ان تي دو ماكش مطالب باش تكتب لي ترانزيسيون ما نكتبوش لي transition. تي ان دو تي دو تي four, five, تي زيرو نكتبوهمش هذوك كان كي يطلب منك هو دي كرير انديكي لي تاب مثلا دي 4 5 تكتب له كان ليتاب تاب هذيك اذا كان كتبت له كل يتسمى غلط ب هذا جوست رمارك فيما يخص اللي يقراو لي ريغ ديفولوسيون نكملو دونك الجراف سيت نتاعنا دونك نمشيو تاو الجراف سيت بوين دو في بارتي اوبيراتيف دونك قبل ما نمشي للجراف سيت بوين دو في بارتي اوبيراتيف انا نحب نعمل حاجه لهنا بيه في الجراف سيتي هذيا اش باش نعمل انا تو ديجا هو صور هالي في ال في ال في الباج اون لاحظوا لهنا صور لي الجراف الجراف هذيا مهم برشا يعاوننا برشا الجراف هذيا الجراف هذيا شنو باش نعمل بيه الجراف هذيا باش نفهم بيه السيستيم كيفاش يخدم دونك كان نجي نتبع الفونكسيونمون دو سيستيم وخليت لكم انا كوبي للفونكسيونمون وينو الفونكسيونمون دو سيستيم ها هو الفونكسيونمون دو سيستيم الخدمة كل على هذا بالنسبة للبارتي أوبيراتيف هذا باش نخدمو بيه البارتي أوبيراتيف دونك دونك اللي هنا اش عندي لابوي سور لو بوتون ميزو مارش ام دونك هنا عندنا البوطون اللي باش نخدمو بيه هو ام باهي دي ديمار لو سيكل دون لورد سويفون لا ديسون دو فيران سي دو هنا باش نجي نصور لكم الجراف هذايا هذا الجراف هذايا باش نصورو بحذا نعاود نصورو في البريون انا باش نحط ورقه بريون زعما زعما ونصور فيها لي زيتاب هادو دونك هنا لا ديسون دو فيران سي دو دونك عندي الفيران الفيران سي دو هنا هي الفيران سي دو لوجونتال ولا الفيرتيكال سي دو هي هذه الفيرتيكال دونك الفيران سي دو الفيرتيكال دونك نجي نصور انا هكا donc je te habite le la descente du verin C2 donc le vertical je te habite donc HD C2 donc qui m'a tapé qui m'a chauffé une fois le vidéo l'effet sortie du verin n'est que de S de C 2 de sortie du verin C2 donc HD l'étape plus l'année l'étape HD la descente du verin C2 bas de l'aspiration d'air par le ventouse v1 ومن بعد لهنا ثم ال في موان موان باش يعمل اسبيراسيون دير باش يشد التول معناها ياسبيري لير باش يشد كعبة التول دون لا فونتوز الفونتوز هو اللي باش يشد التول بيرمي دو بروندر اون تول دونك هذه هي الاسبيراسيون عملناها باهي لا مونتي دو فيران سي دو هو بيدو الفيران سي دو باش يطلع لهنا باش يطلع الفيران سي دو هاك باش نكتب هنا ار بويسكو هو الفيران مصور كيما هاكا verticalement donc il a sortie ou il y a de donc sorti, sortie est que c2 et il est c2 donc il y euh, um R c2 il Tol. TOL. On va dire c2 mais la montée c'est un moyen b la sortie du vérin C1, la sortie du vérin C1, C1 l'horizontale. donc il y a hors je le verrai horizontal, c'est SC2, donc la sortie du vérin C2. b la descente du vérin C, la sortie du vérin C1, la descente du vérin C2. لا ديسونت نفس الفيران باش يعاود يهبط الفيران سي دو مش نفس الفيران نقصد الفيران الثاني ستا الفيران الثاني هذا باش يعاود يهبط دونك شنو هو الفيران الثاني سي دو دونك اس سي دو باش يهبط الفيران سي دو علاش باش يهبط الفيران سي دو باش يحط ليكسبيراسيون دير باش يسيب كعبة التول دونك باش يسيب هنا في بلوس هاي

من بعد يطلع بها نفس الفيران سي دو الفيرتيكال هذا سي دو الفيران سي دو فيرتيكال يطلع بها من بعد يمشي آه يمشي سورتي دو فيران سي ان هذه ديجا هاني م... الغلط باش يفيقوكم راهو ما تفيق حد دونك تبع معايا مليح اذا كان غلطت باش تفيقو يعني به انا بيدي راني دونك اس سي ان باش يخرج اس سي ان دونك باش يهبط من بعد SC2 اللي هنا يسايب كعبة التول، من بعد يرجع نفس الفيران SC2, دونك هنا <hesitation> euh, SC2 اهبط سايب كعبة التول، SC2 ايوا <hesitation> ديسونت، من بعد لامونتي دو RC2 اللي هنا، بعد شنو اللي باش يصير الفيران سي1 باش يرجع للبوزيسيون إينيسيال متاعو وين كان الفيران البوزيسيون اللي خرج منها. تنساوش اللي هو الفيرا البوزيسيون دي ديبار هي هذه هبط وعمل دوره ورجع لنفس البوزيسيون يزم ديما يرجع لنفس البوزيسيون من بعد الموتور باش يهز كعبه الطول يخرج بها في التابي به متفاهمين نمشيو توا باش نعمرو الجراف سيت هذا دونك نمشيو نمشي للجراف سيت بارسي اوبيراتيف نبداو الخدمه كلها في البارتي اوبيراتيف البارتي كوموند هذه تولي حكاية سهلة إذا كان عملنا البارتي أوبيراتيف دونك الخدمة تركز مليح في البارتي أوبيراتيف البارتي كوموند حكاية فارغة راهي عبارة لابليكاسيون أبليكاسيون نيميريك اللي باش تطبقها ديريكت باهي نجي لهنا نكتب لي نيميرو زيرو أن دو تروا كاتر سانك سيس ديجا هذيك ربير باش نعرف اللي هو بدا بالزيرو 6 7 8 دونك رد بالك الجراف دو في بارتي كوموند و بارتي اوبيراتيف ديما عندهم نفس النومبر بينما الجراف سيت بوين عاده اقل اقل البارتي اوبيراتيف و بارتي كوموند عندهم نفس النومبر دي دونك هنا دونك شفنا On a deux méthodes de faire le, le graph 7 point de vue, cest à PO, PC. On a dit deux méthodes de faire la, 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 le graph 7 point de vue partie opérative méthode de la rédaction, pour avancer la tige de verre avec la chquette, et cest méthode d'abréviation, méthode avec les symboles. دونك اللي هي الميثود هذه دونك هنا نلاحظوا اللي هو هنا كتب لنا ديما يعطيك اكزامبل باش تفهم انت بان ميثود يخدم فيها هنا كتب لنا في بلس ما كتبناش لا لاسبيراسيون ولا ليكسبيراسيون دي رافيك لافانتوز ما ماشي ريداكسيون كتب لنا بالسمبول بالرموز دونك نخدموا بالسمبول بالطبيعه اسهل للسمبول ليكم انتم وللبروف زاده حتى في الكوريكسيون تسهل الكوريكسيون يبقاش يصلح في لي فوت دورتوغراف دونك اللي هنا اش عندنا عندنا المرة الأولى اه, الميزون ميزون مارش دونك الميزون مارش هنا باش نكتبو لي كابتور في الميثود الثانية باش نكتبو لي كابتور ديريكت البوطون دو لا ميزون مارش كان تتذكرو شفناه في أول الوحدة هو الكابتور دونك ومن بعد شنو باش نعمل نشوفو لي زيتاب اللي حكينا عليهم دونك لي زيتاب اللي حكينا عليهم المرة الأولى صورناه اللي صورناهم الى هنا

بعد شنو باش نعملو باش نمشيو في الصوص هذايا 1 سورتير لا تيغ دو فيران 1 بعد ما نمشيو في الصوص هذا هذا اس 1 باش نمشيو في الصوص هذاك باش نهبطو اس uh, 1 بعد اون بريسيب ار 1 يمشي في الصوص اس 1 لا 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 يمشي اس سي 1 بعد يهبط الطول بعد اس سي 2 و اس سي 1 دونك مشينا اس سي 1 باش نهبطو اس سي 2 مشينا اس سي 1 باش نهبطو اس سي 2 اس سي 1 بعد اس سي 2 دونك نعود هنا اس سي 2 هبطنا الطول سيبنا بالفنتوز رجعنا رجعنا باش نمشيو توا في الصون هزينك عبط الطولك ها هزينك عبط الطول باش نمشيو توا في الصونس اللي باش نحطها هنا باش نمشي في السونس هذا هذا اس سي من بعد باش تهبط اس سي دو اس سي من بعد باش الطول بعد ما نسيبو التول في بلس هذيك باش نرجعو رجوع تابع 2 الفيران الثاني هو اللي يطلع ويهبط ار سي الفيران الاول هو اللي يمشي

اون برانسيب يبداو زوز اوراق بحذايا في الدفوار دابريون بحذايا منبقاش نمشي من ورقة لورق دونك اس سي دو هو ال فانتايا الفونتوز في موان حسب ال حسب ما عطاني هو في الرومارك تم رومارك الفي موان شنو هو الكابتور نتاعها هاي اي بي ايتون لي دو كابتور اي بي ايتون لي دو كابتور De la ventouse, respectivement d'ouverture et de fermeture. Donc, d'ouverture et la fermeture, pour prendre, prendre, vous voyez, lâcher, ça lâcher notre pour prendre et lâcher donc l'ouverture A ou la fermeture B, l'une pour prendre ou l'autre pour lâcher. Donc nemshe n'arja le devoir l'année. Donc v c'est pour le maralol bshinezu prendre, prendre le capteur A lâcher le capteur B lâcher he daya kinsaybo le capteur B On مش منسهل هذيك الكابتور بي بي دونك خذينا الطول بالكابتور اه دونك هذاك باش نعرفوا بلي هو خذينا كعب الطول من بعد ار سي 2 ار سي 2 رجعنا طلعنا الفوق كيفاش نعرفوا الكابتور دونك بويسكو اس سي 2 هي ال 21 الار سي 2 ما تكون كان ال 20 دونك سورتي ديما

le donner, sortir le verran C1 jusqu'à l'action de capture L11. Allez, sortir le, la montée du verran, euh, la, la rentrée du verran C1, L10. Donc, L10 qui est argent, ou L11 qui est euh, la sortie. Donc, elle y a un autre. de va faire un jour faire دونك فيران وقت اللي يخرج الفيران باش يمس ال11 الفيران سي ان نحكي على الفيران سي وقت اللي يخرج باش يمس هذا باش يمس ال11 هذا السورتي كي يرجع باش يمس ال10 هذا الرونتري دونك ديما السورتي في الامبير في ال11 في ال21 وقت يخرج هذا يمس ال21 كي يرجع يمس ال 10 هذا السورتي وهذا الرونتري دونك من غير ما نبقى نورق برشا من الورقه لورقه دونك اوتوماتيكمون كي تبدا سورتي نشوف الفيران شنو هو اذا كان نحكي على 1 تولي 11 واذا كان نحكي على 2 تولي 21 واذا كان عندي فيران 3 تولي 31 وحنا ماشيين باه دونك سورتي لو فيران هذيك ال 21 دونك هذيك كتبناها رونتري دو فيران سي 2 كي يرجع الفيران سي 2 هذيك ال 20

L11 L21 L اللي هي B B21 B من بعد L20 وهذيك L10 B نذكركم هنا باش نحلو قوس حكينا عليه في الفيديو الاخر اللي sortir sortir le vérin راهي في البارتي كوموند راه نحكيو على لا كوموند 14 ام نحكيو على دو لوريفيس 1 4 ام دونك 14 ام ديما هذيك ما تبدلش راهي رونتري الفيران راهي 12 ام دونك سورتي لو فيران 14 ام فيران سي 1 ام سي 1 معناها ام 1 لو فيران سي 2 راهي ام 2

Euh, v plus, c'est-à-dire que KV, je est déjà dit. Euh, SC2, 14, M2. SC1, 14, M1. RC2, 12, M2. V moins, je l'ai déjà dit, KV, KV moins. Donc K, V, moins. B, SC2, il dit que met C14M2. Donc, on 14M2, RC2, 12, S14, 1, 14M2. Donc, en principe, c'est bon. Donc, on le graphe 7. Point de vue, partie comment Qui ma chauffé? كي فيرغ ديجا انا بديت بالعكس باش نوريلكم راه الجراف سيت بوان دو في بارتي كوموند ماكش مطالب باش تعاود تفكر في الجراف الخدمه كلها خدمناها في البارتي اوبيراتيف ساي بارتي كوموند كيما لابليكاسيون نيميريك نستعملوا هذا اذا كان حكينا على الموتور تو طيب هنا ما حكيناش على الموتور ما استعملش البارتي نتاع الموتور كان زادنا واحدة اخرى هنا رانا استعملنا الموتور اون برانسيب يزيد هنا ايتاب نوف ليفاكياسيون دو موتور دونك طونك هو ما زادش ليفاكياسيون دونك هنا استعملنا حتى لي تاب هذيك اللي هي نعوضوا اس سي بال14 وار سي بال12 واذا كان عطانا موتور كان جات ثم موتور موتور نكتبوه ام تي وال في البارتي كوموند تولي كا ام بالطبيعة نشوف الكونتاكتور شنو هو اسمه شنو سماه كا ام تي ولا كا KM ام ولا كا ام ان اذا كان تحكي حسب الكونتاكتور نتاع الموتور اللي في الدوني اللي عندك في ليكزرسيس نتاعك دونك هنا ما استعملناش الموتور دونك نخدمو بالطريقه هذيك حتى ليفاكياسيون دونك كما تشوفوا معناها ما فيها حتى شيء اصعب حاجه في البارتي اوبيراتيف لي سيستيم ردوا بالكم اللي فوت دو فرونسي فوت دورتوغراف خاصه اهم حاجه لي زاكسيون على الانفينيتيف ديما تفكر ديما نكتب لهم او ار باش يتذكروا على مش بون 90% او ار كيما هنا اكزومبل ميغرو